طلعت الاسبوع ده هارت اتاك انت زحلقت هارت اتاك مطعم فرايد طلبت المنيو كله تقريبا كل الاسعار الاسعار فحاضر فيديو النهارده مختلف عن النهارده حاطط الاسعار هم عاملين يلا بينا المنيو هارت اتاك بوكس بيبقى عباره عن اربعه شكلها غريب قوي وده حلزوني فرايز بس التوقيع مختلف وده وافل حلو بتيتو بيبقى بطاطس على شكل وافل تحفه وده اسمه ريفريش هارت ايه بطاطس اصلا حلوه مره ميكس مع بعض على صوص الجبنه وجبة اسمها روكيت ميل تاتش مع منها اوفر دلوقتي لا حلو وعاملين المعادله الصعبه اللي هي مقرمشه من بره وفي نفس الوقت مش ناشفه من جوه جوسي من جوه اللحمه الفراخ سوري جوسي التريه زيت عندنا فراخ كتير ده ساندوتش هارت حلو قوي تشيكن خش بقى على هارت دي كوبايه الجبنه بس هي عيانه شويه شزار يعني ده حجم بجد الكاميرا زي ما اتاك ده عرض اسمه سوبر اتاك عباره عن اربع سندوتشات بيبقى اربع سندوتشات